فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضوابط الهجر الجائز؟ وهل الهجر يرجع للمصلحة والمفسدة؟ الهجر الجائز إذا كان بينك وبين واحد شحنة وامتزاع لين، ولا أنت هاين عليك يعني تسمح، ثلاثة أيام يباح لك، ثلاثة أيام فقط. فإذا انتهت ثلاثة الأيام لازم ينتهي الهجر، تسلم عليه ويسلم عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.